إجرام حفتر والمجموعة اللي معاه، يعني اللي منتوى من 2014 إلى اليوم ولم يتوقف هذا الإجرام. المفترض بالمجلس الرئاسي كما تكلمنا سابقا الآن، وخصوصا أن فيه توا الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفيه أنه يقدم مذكرة متكاملة لمحكمة الجنايات الدولية وللجنة العقوبات الدولية بوضع هؤلاء المجرمين على قائمة العقوبات. هذا هو العمل اللي ننتظره من المجلس الرئاسي، أما إصدار البيانات فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. المجلس الرئاسي ليس منظمة مجتمع مدني حتى يخرج بالبيانات. المجلس الرئاسي هو حكومة دولة، حكومة دولة مستقلة، عليه أن يعمل عمل محترف، عمل حقيقي لدولة عن طريق وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية والحكومة نفسها، يعني والرئاسة الحكومة نفسها، لإصدار مذكرات اعتقال بحق هؤلاء المجرمين. هذا هو العمل اللي ننتظره من المجلس الرئاسي. العمل هذا طبعا يحرج، حتى إذا تم رفضه سيحرج كثير من الدول اللي هي واقفة مع الإجرام هدايا. لن يستطيع استمرار هذا الإجرام مهما يكون، يعني عندما يكون الإجرام واضح وصريح كما هو في حالة مجرمي الحرب الموجودين في المنطقة الشرقية والموجودين في ترهونة، فأنا لا أعتقد أن الدول تستطيع إلى مدة طويلة أن تتستر وراء العمل السياسي أو العملية السياسية كما يحاولون الآن. فهذا ما نريده من المجلس الرئاسي. للأسف الشديد ما زال المجلس الرئاسي كما يعلم الجميع، يعني العمل متاعه أقل بكثير من المفروض أنه يقوم به. احنا تكلمنا كثيرا عن السفراء الموجودين في نيويورك وفي لاهاي في هولندا وفي سويسرا، هذوما الثلاثة المفروض يكون لهم دور أكبر بكثير من الدور اللي احنا نشوفه فيه اليوم.